أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. هذا السائل يقول: بما أن لكم من المعرفة والصلة القوية بالإمام ابن عثيمين رحمه الله، فهل صحيح أنه كان لا يحذر من الجماعات الإرهابية التكفيرية؟ وما هو منهجه الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح أن سماحة الشيخ محمد بن صالح عثيمين كان من أشد المحذرين من الإرهاب ومن الفتن ومن الغلو والتطرف وجماعاتها وأحزابها وتنظيماتها، سواء أكان ذلك عبر الطرح العام أو عبر الطرح الخاص. وأما من يزعم خلاف ذلك فعليه بإثباته، وقد سمعناه كثيرا يحذر من بعض الجماعات إذا تبين له خطرها وشرها وضررها. وقد أجاب على سؤال في عام 1419 في جامع إسكان الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تنظيم جماعة الإخوان، وبين خطرها وما هي عليها من الانحرافات العقدية وتفريق المسلمين.